هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم حكايات عن الحصان العربي المصري. برنامجكم حكايات عن الحصان العربي المصري برنامج وثائقي ثقافي تعليمي، هنتكلم فيه عن كل شيء يخص الحصان، هنتكلم فيه من أيام الفراعنة لغاية وقتنا الحالي. الخيل قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود على نواصيه الخير إلى يوم القيامة، فامسحوا على عنقها وادعوا لها بالبركة. وقال عنها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. الخيل كانت مصدر إلهام لكثير من الشعراء. المتنبي بيقول عنها: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الحصان في عهد الفراعنة واهتمام الملك رمسيس الثاني بيه بعناية خاصة. أول برنامج لتربية الخيول في العالم تعرف عن طريق الفراعنة. بنرحب بضيفنا أستاذ الدكتور محمود إبراهيم حسين، أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. في البداية عاوزين نعرف من حضرتك، متى عرف المصريين القدماء الخيل؟ عرفوها إزاي المصريين القدماء؟ هو الإنسان عندما خلقه الله على الأرض ليعمرها، كان إلى جوار هذا الإنسان مجموعة من الكائنات الأخرى، وهذه الكائنات الأخرى كانت تشترك مع الإنسان في تعمير الأرض. فبالتالي أنا أعتقد أنه معرفة المصر القديم بالخيل ترجع إلى بداية تاريخ الإنسان على أرض مصر، بمعنى أنه في مراحل ما قبل التاريخ وجدت بعض المخربشات التي تشير إلى بعض الكائنات التي تشبه الخيول اللي عرفها المصري فيما بعد، بمعنى أنه يبدو أن هذا الكائن كان له أشكال مختلفة، وأن هذا الكائن كان ضمن تطوره على الأراضي المصرية كان يشارك الإنسان في هذا التطور. فالإنسان المصري الذي بنى هذه الحضارة منذ ما قبل التاريخ، أي قبل أن يعرف الإنسان كتابة التاريخ، كان يشاركه فيها مجموعة من الكائنات ومن بينها هذا الحصان. والدليل على ذلك أن اللغة المصرية القديمة قد عرفت اسم الحصان ضمن مفرداتها اللغوية وضمن كتاباتها بمعظم اللهجات كما نقول، أو معظم أنواع اللغة المصرية، يعني الهيروغليفية وبعد ذلك الهيراطيقية والديموطيقية، كل اللغات المصرية عرفت الحصان. فعلى سبيل المثال، من الألفاظ التي كانت تطلق على الحصان سمت، وسمت هذه عرفت حتى للدلالة على الحصان حتى القرن الثامن عشر قبل الميلاد. ثم بعد ذلك بدأنا نرى يعني نقش آخر اللي هو حتر. حتر كانت للدلالة على زوج الخيول الذي يجر العربات الحربية في النقوش المصرية وعلى المعابد والمقابر المصرية القديمة. طبعا بدليل ان كلمة سايس متاخدة من اللغة الهيروغليفية القديمة. هي كلمة سايس، انت كويس انك جبت سيرة الكلمة دي، ان زي ما اللغة المصرية عرفت سمت وللدلالة على الحصان، فان اللغات السامية الاخرى كانت تعرف ايضا كلمات مشابهة لكلمة سمت، وربما اشتقت كلمة سمت منها. يعني على سبيل المثال في الكتابة البابلية أو اللغة البابلية كان يعرف الحصان بسمو، ثم في العبرية كان يعرف بسوس والجمع سوسيم. وربما هذه الكلمة
هي التي سمت اشتقت من المفردات بتاعت هذه اللغة، ومنها جاءت كلمة سايس للدلالة على الشخص الذي يعتني بالخيل، الشخص الخيال زي ما احنا بنقول في اللغة الدارجة، هو الشخص الذي يعتني بالخيل ويفهمه ويدربه ويعتني به. سايس الشخص الذي يسوس الخيل، اللي هي جاية من كلمة سوس اللي هي معنى الحصان. ثم بعد ذلك رأينا أيضا على النقوش المصرية القديمة كلمة أيضا مستوحاة من بعض اللهجات السامية اللي هي مركابتو، مركابتو أو مركابتي، للدلالة أيضا على هذا النوع من الكائنات الحية اللي هو الحصان. ده بالنسبة للمصطلح في اللغة المصرية القديمة، وهذا لا يمكن أن في لغة من اللغات يتكلمها أو يكتبها شعب من الشعوب وفيها مفرد أو مصطلح للدلالة على اسم معين دون أن تعرفه. يعني المصطلحات التي نتداولها الآن احنا في لغتنا العربية هي بالنسبة لنا مدلولات مادية لأشياء نعرفها، فبالتالي المصريين القدماء عرفوا منذ بداية تاريخهم الحصان. دكتور، يقال إن أول نبي بعد سيدنا آدم سيدنا إدريس، وإن سيدنا إدريس كان أحد الفراعنة اختلفوا، مجموعة قالت أخناتون ومجموعة قالت الإله ستي، تمام؟ هل في عهد سيدنا إدريس أو الملك أخناتون أو الإله ستي كما يقولون كان هناك استخدام للحصان؟ الحصان تم استخدامه؟ هو هنا السؤال بتاعك ده يعني هيجرنا لمعرفة تاريخ ظهور الحصان على الأراضي المصرية. احنا اتكلمنا عنه في اللغة، تمام. الآن انت بتدينا للبعد التاريخي، التطور التاريخي لكلمة حصان. الواقع ان انا هبعد شوية عن فكرة من هو النبي إدريس وهل هو كان إخناتون أو غيره، لأن هذه أشياء لم تحسم بعد، ولكن من الثابت جدا إن بعض العلماء الآثار ربطوا ما بين الشخصيتين نظرا لنضج الفكر الديني في عصر إخناتون. يعني كان في نضج واضح لرؤية الإله الواحد والتغني بقوته والخوف من بطشه والالتجاء إلى رحمته. هذه الأشعار التي وجدت في أشعار إخناتون بترقى به إلى حد كبير إلى مرتبة من عرف الإله، وبالتالي هنا بعض الروايات اعتبرت أن هذا الرجل ربما يكون هو النبي إدريس، أو أن هو حكم في فترة ظهور هذا النبي. ولكن هذه أشياء إحنا علينا أن نفصل ما بين الآثار والتاريخ وبين ما أنزل في الكتب السماوية. علينا أن نؤمن بما جاء بالكتب السماوية كما هو، دون أن نحاول أن نربطه. يعني أن احنا نقول أنه رمسيس الثاني هو ده الفرعون اللي كان هو حضرتك مع بني إسرائيل أو غيره، دي كلام اجتهادات. لكن احنا تعالى حضرتك ما نحاول الأصول إليه، هل هناك معلومات في الحوليات أو النقوش أو على جدران المعابد تخص الحصان في هذه المرحلة مدونة عن طبعًا الحصان؟ يعني احنا عندنا على سبيل المثال في نظريات كتيرة جدا في هذا الموضوع. من هذه النظريات على سبيل المثال النظرية القائلة بانه الحصان ليس كائنا حيا مصريا، تمام، بل هو كائن حي عرف في اواسط اسيا، تمام، وانه هو انتقل الى مصر مع الهكسوس، تمام. عندما جاء الهكسوس واحتلوا مصر انتقل هذا الحصان معهم، فعرفته مصر من خلال هذا الاحتلال الأجنبي. الواقع ان في نظريات احدث قالت غير كده، قالت والله انه معرفة الهكسوس بالحصان تاريخيا ثابتة من خلال النقوش في اواسط عصرهم في مصر، يعني في منتصف الفترة التي حكموا فيها مصر عرفوا الحصان او ظهر الحصان على النقوش بتاعت هذا الاحتلال الأجنبي، مما يدل على أنه هم ما جابوهوش معاهم، يعني ما جاش معاهم ضمن مفرداتهم وضمن جيوشهم. كما يقال أنه السبب في انتصار الهكسوس على المصريين واحتلالهم لمصر كان اقتراحهم العجلة الحربية اللي تجرها الخيول وكذا. لا، الثابت يعني وثائقيا أنه الناس دول عرفوا الحصان بعد ما جئهم إلى مصر،
مما يدل على أن الحصان كان موجودا في مصر وأنه هو كائن حي أو حيوان من التي كانت يستعملها المصريين، وأن الهكسوس هم الذين نقلوا هذا الحصان معهم عند خروجهم من مصر إلى أوسط آسيا وليس العكس. دي نظرية تؤكدها مجموعة من النقوش التي وجدت على يعني جدران بعض المعابد الخاصة بالملك كاموس، واللي هي بتشير إلى حروبه في أوسط آسيا ضد الهكسوس وفيها ذكر الحصان. يعني هو لما راح يحارب الهكسوس كان في ذكر الحصان إنه حيوان مصري كان يستعمله الجنود لجر العربات الحربية في أثناء هذا الحرب. أيضا نستنتج من كلام حضرتك عند النقطة دي، نستنتج من كلام حضرتك إن المصريين كان عندهم اهتمام بالغ قبل عهد الهكسوس بتربية الحصان، وهم اللي نقلوا الحصان لآسيا. دي النظريات الأحدث. ثم هزلت تربية الخيل في مصر وبعد كده رجعوا المصريين ليها مرة أخرى. أنا عايز بس مع عهد الهكسوس أأكد لحضرتك على هذه النظرية، لأنه إحنا درسنا أو درسنا لأطفالنا هذه المعلومة في كتب التاريخ. تمام. إنه الحصان ده انتقل والعربة الحربية دي انتقلت مع الهكسوس إلى مصر وهي اللي سهلت غزو مصر. تمام. الواقع إن عندي دليل لا يرقى إلى الشك. تمام. إنه إحنا في أحد المقابر اللي هي في مدينة بوهن اللي هي دلوقتي تقع ضمن حدود بلاد النوبة عثرنا على هيكل عظمي كامل مدفون لحصان عظيم. وإن هذه المدينة ثابت من خلال النقوش والتاريخ المصري القديم أنها مدينة مصرية كان يسكنها المصريين، وكان الحماية الحامية العسكرية المقيمة فيها هي حامية عسكرية مصرية، مما يدل دلالة قاطعة على أنه هذا الكائن وهذا الحيوان هو حيوان مصري الأصل وانتقل من مصر إلى خارجها ولم يأتي من خارج مصر إليه. تمام. هو خرج من مصر ثم عاد إليها مرة أخرى ممكن، لأن الثابت في التاريخ أن كل فترة مصر كانت تعتني بالخيول، بعد كده تربية الخيول بتضعف في مصر، ثم فترة جديدة بالاهتمام، وده اللي هنشوفه في الحلقات الجاية في عهد المماليك في عهد أسرة محمد علي. عهد الهكسوس، بالنسبة لعهد الهكسوس في مصر وكما كان شائع قبل ما حضرتك تمدنا بالمعلومات الجديدة دي ان الهكسوس هم اللي نقلوا الحصان الى مصر عن طريق العربات الحربية، وان الملك أحمس عمل اول برنامج تربية للخيول واهتم بتربية الخيول وفق منافسيه بعد غزو الهكسوس لمصر. حضرتك المرحلة دي كلمنا عنها دكتور. هو العلاقة الجدلية ما بين ظهور الخيل في مصر والهكسوس هي علاقة حسمت زي ما قلت لحضرتك من خلال الأدلة التاريخية الثابتة والتي يعني، لكن معرفة شعوب أواسط آسيا والشعوب اللي موجودة شرق مصر بالخيل وطريقة معاملتها له تختلف عن المصريين. يعني على سبيل المثال احنا معروف ان الملك تحتمس الثالث اللي احنا بنقول عليه نابليون مصر، ان الراجل ده يعني وسع الحدود المصرية في مطارداته للهكسوس وغيرهم الى الشرق حتى وصل الى اعالي الفرات، وكانت المملكة في وقته المصرية القديمة تمتد من اعالي الفرات حتى حدود النوبة جنوبا وغربا بعد حدود الحالية لمصر مناطق برقة وغيرها كانت ضمن حدوده. المهم انه هؤلاء الناس يعني تناولهم لفكرة الحصان كوسيلة للركوب ووسيلة للتفاخر في شرق الشعوب اللي هي شرق مصر. المصر القديم لم يعهد عنه هي مسألة ركوب الخيل، يعني ما كانش من ضمن أدبيات المصر القديم انه يركب الحصان ركوبا مباشرة. كان الحصان بالنسبة له هو آلة جر تجر العربة الحربية، كان الحصان بالنسبة له وسيلة لجر المحراث لحراسة الارض الزراعية. ما تنساش ان مصر ارض زراعية. تمام. وعشان تعرف انت الكائن ده كان موجود في مصر ولا خارجها، بص في نوع الشعوب اللي الى الشرق من مصر هتجد معظمها شعوب صحراوية، فبالتالي الحصان ما هوش الكائن المناسب لهذه المناطق. تمام. يعني إذا قارنته بالإبل مثلا
لا، فالحصان امر طبيعي جدا ان يكون في مصر، وده وضمن تنظيمات الجيش المصري عبر العصور كان الفرسان اساسي. ولما هنيجي ننتقل بعد كده للعصور الاسلاميه هتعرف انه ده لعب دور هام جدا في تكوين الجيش المصري. انما المصري ما كانش بيؤله الحصان، يعني لم يكن المصري القديم يعني ياخذ شكل الحصان ضمن الهته، وده عكس الشعوب الشرقيه. يعني الملكه عشتار كانت تظهر كالهه حرب، اللي هي الالهه من الشام، كانت تظهر كالهه حرب وهي تمتقي الحصان. لم نصل الينا تمثال واحد لملك من ملوك الفراعنه كان يمتطي حصانا، انما كان يقف او يجلس او يركب العجله الحربيه كما هو على النقوش، لكن ما كانش من ادبياته ركوب الحصان. في بعض الناس تعتقد انه ده لانه المصري القديم ما كانش يجيد ركوب الخيل، ولذلك كان يستخدمها في مساله الجر. الواقع انه غير صحيح بالمره، لان احنا ثبت من الوثائق الفرعونيه ومن كتابات النقوش بعد تفسيرها وتحليلها ان هناك بعض الملوك الفراعنه كانت تجيد ركوب الخيل، وكانت محبه للغايه في ركوب الخيل، ولكن كان ركوب الخيل ليس بغرض امتهان هذا الكائن. تمام. يعني هو ما كانش يمتهن هذا الكائن بانه يركبه، ولكن كان يتعامل معاه ككائن موازي لنشاط الانسان نفسه. تمام. يعني يركب عربيه يجره، يركب المحرقه يسهل حياه الانسان، ولكن التفاخر او التعبد كان موجود لهذا الحصان في اماكن كثيره من العالم، ليس من بينها مصر القديمه. امينه فوس، اول فرعون ركب الحصان ابن الملك تحتمس ناب اليوم مصر. دكتور، ده كان من اهم الناس اللي بتحب الخيل. النفيس. نيجي لجزئيه في تسلسلنا التاريخي. الملك رمسيس الثاني. والملك رمسيس الثاني في عهده كان بيمتلك قيول قويه جدا لسببين. السبب الاول ان هم حبوا يظهروا اكتر على اعدائهم، السبب الاول ان هم حبوا يتميزوا عن اعدائهم، فكانت العربه الحربيه ايام الهكسوس بيجروها ثلاث قيول، فاتعمل برنامج تربيه ان حصان واحد هو اللي يشد العربه، ومن قوه الحصان كانوا ثلاثه من السياس بيمسكوا اللجام. نعم نعم نعم. ممكن حضرتك تكلمنا عن فتره الملك رمسيس الثاني؟ هو فتره الملك رمسيس الثاني لا تتجزأ مع الفترات المختلفة اللي احنا اتكلمنا عنها، بمعنى انه رمسيس الثاني كان محب اكثر لانه كان قائد عسكري حربي. الملك المحارب في عصور الرعامسة كان هو الظاهرة اللي بدأت تظهر في التاريخ المصري، الملك القائد العسكري المحارب. وبالتأكيد رمسيس الثاني كان احد هؤلاء الملوك الرعامسة اللي هم ظهروا بشكل كبير جدا في التاريخ المصري، وبالتالي امر طبيعي جدا انه يعتني بالجيش المصري، يعتني بالجيش المصري. وانت لما تدرس تاريخ العسكريه المصريه تجد انه يعني العصر بتاع رمسيس الثاني له مكانه خاصه في الفكر العسكري والاستراتيجي والتنظيمات الحربيه اللي كانت موجوده. جزء كبير من الجيش المصري كان المشاة اللي هم يمشوا على رجليهم، واستحدث بقى الجزء اللي اصبح له تاثير في الحروب اللي هو الفرسان، لدرجه انه رمسيس نفسه تعرض لمشاكل اثناء معاركه العسكريه، حتى انه احاط به الاعداء من كل مكان حتى يقتلوه، فاستطاع انه يقضي عليهم تماما. واول شيء بعد نجاته من هذه الحادثه انه اطمئن على عربته الحربيه وعلى خيوله. ويقال انه رمسيس الثاني زي ما حضرتك اشرت في المقدمه كان لا ياكل حتى تاكل خيله. بعذر فرمان بكده. ممنوع. نعم. يفطر لما تفطر الخيل الاول. نعم. يتغدى الا لما يتغدى، يتعشى مصير الا لما يتعشى. كقائد عسكري مرتبط بالاله بتاعته، وهو اول الملوك في العالم اللي عملوا اسطبلات للخيول. نعم. في حدائق القصور الخاصه بيهم. ووصلنا كمان على من هذه المرحلة نقوش كتيرة جدا، فمن ضمن النقوش الجميلة جدا اللي وصلتنا من أسرة 18 إنه حاكم الأشمونين كان لديه اسطبلات خيل كبيرة كثيرة جدا، وله خيول كثيرة جدا، ووصل إلى أسماع الفرعون
أنه كان يسيء أثناء تربية وتدريب هذه الخيول، كان يسيء معاملتها. فغضب الفرعون غضب شديد وتألم ألم شديد جدا، حتى أنه قال أنني أستطيع أن أغفر له كل ما فعله إلا إهانته للخيل. فمعنى كده أن الخيل في العصر الفرعوني كانت تلعب دور كبير جدا. وجدنا حوالي سنة 3400 قبل الميلاد وجدنا نصوص لتربية الخيل، إطعام الخيل، تطبيب الخيل، التدريب العسكري للخيل، التدريب اللي بنسميه السيرموني اللي هو الاحتفالي للخيل، كيف تجعل الخيل يسير في المعركة، ونفس الخيل ده ازاي تجعله يسير في احتفالات. دكتور، فكل ده تدريبات. هنستأذن حضرتك، هنطلع فاصل. ضيوفنا الأعزاء، هنطلع نشوف التقرير ده ونرجع ليكم تاني، خلوكم معنا. دخلت الخيول إلى مصر في نهاية عصر الدولة الوسطى، وارتبط دخولها بوصول جماعات من البادية عرفهم المصريون القدماء باسم الهكسوس، وسرعان ما أحبها المصريون وبدأوا في اقتناء أحسن سلالاتها من شبه الجزيرة العربية، وأعطوها قدرا وافرا من الاهتمام والرعاية، حيث قاموا بتصميم برامج لتربيتها فاقت كل المنافسين في هذا المجال، وأنشأوا لها اسطبلات منظمة وخصصوا لها الخدم للعناية بها وبخدمتها. فقد كانت خيول رمسيس الثاني تحتاج في كبحها إلى 3 من الخدم يمسكونها من لجامها. وقد اعتاد المصريون القدماء أن يطلقوا أسماء لها رنين خاص على خيول الفراعنة، فقد سمي مثلا زوجان من الخيل لست الأول آمون يمنح القوة وآمون وفاه النصر. وقد استخدم المصريون القدماء الخيول في الأعمال الزراعية والنقل، واعتمدوا عليها في خوض الحروب والمعارك، تقود عجلاتهم الحربية، وكانوا يختارون منها مكان جسورا شديد الحماسة، فقد أصبحت سلاحا حربيا لا يمكن الاستغناء عنه. فقد ذكر في قصة الأخوين من الأدب المصري القديم أن الفلاحين استخدموا الخيل في جر المحاريث، وقد شوهد جواد يجر محراثا في معبد خنسو من عهد الرمانسة. تفنن المصريون القدماء أيضا في تزيين خيولهم وعمل سروجها وأغطيتها من الذهب أو الفضة. ضيوفنا الأعزاء، رجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا مع الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم حسين، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة. دكتور، بنجدد التحية لحضرتك. أهلا وسهلا. قبل الفاصل كنا توقفنا عند وصية رمسيس الثاني اللي وجدت في الحوليات. نعم. رمسيس الثاني في الحوليات كتب وصية للأجيال القادمة للاهتمام بالخيل، بيقول فيها: لقد حاربت وانتصرت على أعدائي بخيولي العظيمة والتي كانت سبب النصر لي، وتصديت لملايين الشعوب، وقوتي في منف وطيبة، وهذه القوة تمثلت في خيول العظيمة، ولولا هذه الخيول ما انتصرت على العدو. وبيجدد تاني بيقول لهم إيه: وعندما كنت وحيدا في خدم العدو المرتجف، لذلك فإن غذاءهم يقدم قبل غذائي. رمسيس الثاني تعرض لمؤامرة كان الهدف منها ان هم عاوزين يقصروه وفكوه بعيد عن جيشه، وفعلا المؤامرة في البداية لم يكتشفها الاستطلاع بتاع جيش الفراعنة، وتحرك رمسيس الثاني بمجموعة مستقلة وقسم الجيش 3 مجموعات، فكانت دي محاولة للالتفاف حول الجيش وهزمته. فرمسيس لما عرف بالمؤامرة ديت حارب وكان وحيدا بين الخيول، وعندما انتصر اطمئن على خيوله قبل ما يعمل معاهدة سلام حتى. نعم. ممكن حضرتك تحدثنا بتفصيل عن الحولية دي، وجدتوها فين، وحضرتك شايف ايه الهدف ان فرعون قائد عظيم زي رمسيس يعمل وصية ويقرر فيها اكتر من مرة انها للأجيال القادمة، ولابد ان تهتم الأجيال القادمة بالخيل؟
هو ده يدينا فكرة عن أهمية الخيل كمعدة عسكرية. يعني هنا لما تيجي تحلل النقش اللي وجد في معبد رمسيس الثاني وإحنا حللناه بالشكل اللي حضرتك قريته دلوقتي، هتجد إنه في أمور عدة يجب الانتباه إليها. إنه لا انتصار بدون آلية عسكرية اللي هي كان في ذلك الوقت العربة الحربية التي يجرها الخيل. يعني ما فيش انتصار عسكري حاسم إلا بهذه الآلية العسكرية في ذلك الوقت. يعني انتهت فترة الحروب اللي هي الراجلة، الحروب اللي هي المشاة أو حروب الجنود الذين يسيرون على الأرض. لا، أصبح في جزء من مسألة الحرب من عهد رمسيس الثاني زي ما قلت لحضرتك، وكما أشار هو يتم من خلال الركوب، ركوب العربات الحربية اللي طورها رمسيس الثاني عن العربية اللي صدرناها للحسيين واعتقدنا ان هم هو اللي جابوها لينا. فهذه العربة كان لابد من اختيار الحصان الأشد. يعني رمسيس كان ينتقي الحصان بدقة شديدة جدا اللي هو هيجر هذه العربة، لانه كان هذا الحصان مقاتل زي رمسيس نفسه. يعني مش رمسيس بس بيقاتل من على العربة، لكن الحصان كان ليه دور في قتال الأعداء. والدليل على ذلك انه في هذه الرواية بتاعت رمسيس واللي ذكرت في نقوش معبده، قال انه انا يعني لما نزلت من وانتصرت على الأعداء بعد ان قضيت عليهم بمفردي كان وبخيلي وبالحصان بتاعي اللي هو وصفه بالشجاعة في النقش ده. هو لم يذكر جنوده، هو ذكر نفسه وخيله، الحصان هو يعني كمطلق للتعبير عن الخيل او كناية عن الخيل. فقال انه دول اللي هم عدة الانتصار، ولذلك كان اول اطمئنان له على سلامة العربة الحربية وسلامة الخيول بانها لم تخدش ولكنها لطخت بدماء الاعداء. يعني التعبير بتاعه كان راقي جدا، قال هو مطع الحصان بتاعي لم تصيبه جروح ولكن الدماء من كثرة ما قتلته من الأعداء ترتشت على الخيل بتاعي، وكان يمسح على هذا الخيل هذه الدماء ليتأكد أنه لم يجرح وإنما هي دماء الأعداء. هنا يعني تعبير راقي جدا ينقل للأجيال، بأنك الأداة التي تستعملها، الأداة التي تستعملها أو الكائن الذي تستأمنه على حياتك، ما هو هنا الحصان ده ممكن جدا يخاف زي أي كائن حي في الحرب. جزء كبير جدا من الشعب المصري كان يشتغل بالعسكرية في عهد رمسيس الثاني. يعني جزء كبير من هذا الشعب نظرا لكثرة الأعداء حول مصر. يعني أنت لازم تقرأ التاريخ في إطاره، أن في الفترة دي كان مصر دولة إقليمية عملاقة تمتد من حدودها الشرقية في شمال سوريا وأعالي الفرات لغاية مدينة برقة وما بعدها في صحراء الغرب، وفي الجنوب لغاية شمال السودان. فبالتالي دولة بهذا الحجم كان لابد أن يكون لها جيشها القوي، وجيشها القوي إن هو الذي يملك معدات عسكرية قوية، والمعدات العسكرية لم تكن مدرعات وهي الحصان. فلازم أنت نبص للحصان، الاستطلاع عندك الحصان، الكمين الحصان، الإغارة الحصان، عربة الحربية الاشتباك الحصان. نفسه الجر للعربات الحصان، حماية الفرسان كان الحصان بيقوم بها. يعني الحصان كان له دور قتالي في ذلك الوقت أشبه ما يكون بالمعدات العسكرية الحديثة اللي احنا مكان. فليس من المثير للدهشة ان وصية رمسيس دي ربما كانت عقيدة عسكرية لازال معظم جيوش العالم تتعامل بها. ويقال ان خيول رمسيس الثالث ليس لها مثيل في العالم، لدرجة يقال أن خيول رمسيس الثاني ليس لها مثيل للعالم، لدرجة أن سيدنا سليمان عليه السلام كان يشتري الخيل من مصر. دي بقى تقودنا لفكرة تأصيل اللي هي السؤال اللي حضرتك طرحته في أول الحلقة. تمام. حول أن هل الحصان كائن مصري، حيوان مصري قديم، ولا إحنا استوردنا. التجارة في الخيول كانت تتم ما بين الهضبة الإيرانية وبلاد ما بين النهرين اللي هي العراق الآن والشرق الأدنى القديم ومصر في ذلك الوقت، اعتبارا من العصر الحديدي
اعتبارا من الفترة بتاعة العصر الحديد. لكن التوراة أو العهد القديم في سفر الملوك القدماء أو الأوائل تحدث عن أن نبي الله سليمان كان يشتري الخيول أو أمهر الخيول أو أجمل الخيول أو أجود الخيول كما جاء التعبير التوراتي من مصر، وأغلى الخيول كان، ولذلك كان ذكر ثمن الحصان المصري في ذلك الوقت اللي تم في سفر الملوك الأوائل يقول لك وكان يدفع في الحصان الواحد 150 شكلا أو شقلا من الفضة الخالصة، وده مبلغ كبير جدا على حصان. طيب يعني نقول هو إن الحصان المصري كان أغلى حصان في العالم، أغلى حصان في العالم الحصان المصري لأسباب كثيرة جدا، لأنه هو ثبت من الناحية الصحية أنه أكثر الخيول في المنطقة يعني قوة، عدم تعرض الأمراض بسهولة، عنده قدرة على تحمل الأمراض والدفاع المناعي بتاعه أقوى. ثانيا كان هو حصان مقاتل، الخيل المصري كانت خيول مقاتلة وليس مجرد خيول للزينة أو للركوب أو للاستعمالات اليومية، بس هو بيتمتع بالشكل الجميل يا دكتور. الحصان اللي بنشوفه على مقبرة هابو هو نفس الحصان الحالي هو اللي احنا بنطلع بيه في مسابقات الجمال العالمية، هو لا شك انه حصان جميل ولكن مقاتل شرس كمان طبعا. يعني شوف انت في السباقات الخيل والكلام ده ما لا يقبل الهزيمة بسهولة. الحصان المصري دايما يا دكتور بيتميز بالدم الحار نعم الذكي نعم. علشان كده تلاقيه في كل برامج الخيول بتاعت التربية في العالم يعني نجد ان الحصان الروسي اللي مأسسه الحصان المصري حتى الخيل البوليش داخل فيها 5% من الخيل المصري البولندي فالحصان المصري أثر في كل خيل العالم. ده لسبب مهم جدا لأنه أقدم تمام، يعني السلالة بتاعته تعتبر من السلالات القديمة للكائن ده، لأنه معرفة الخيل الروسي ولا الخيل الأوروبي بصفة عامة أو حتى الخيول الشرقية اللي هي جات من أوسط آسيا أو جات من حدود الصين كانت لها عيوبها، يعني كانت لها مشاكلها. زي حضرتك شايف الجمال، يعني لما بنتكلم على الحصان اللي في مقبرة هابو بنتكلم كام ألف سنة كده عبد يا دكتور؟ مش أقل من 4000 سنة، يعني من 4000 سنة مش أقل من 4000 سنة. بنتكلم عن جمال الخيل في مصر قبل ما العالم كله يعرف الراس الجميلة اللي على شكل أرج والرقبة الجميلة اللي على شكل أرج، القوام الممشوق، التوازن. هو ليه الحصان المصري ليه شكل مميز. هو صحيح حصل نوع من التداخل بينه وبين الحصان اللي جه من الجزيرة العربية، لكن ظل الحصان المصري هو اللي ليه اليد العليا في إطفاء صفاته على الآخر. تمام، يعني اللي أنا دي ما فهماش، لكن الناس اللي هم بتوع تربية الخيل أكيد فاهمين القصة دي، انه كان السلالة دي هي اللي بتطفي صفاتها على الصفة المقابلة. اذا ما اردت ان تهجن حصان اوروبي مع الحصان المصري هتجد ان صفات الحصان المصري هتكون هي الغالبة في النهاية في الشكل المهجن. كذلك الامر بالنسبة لخيول الجزيرة العربية. دكتور ننتقل الى مرحلة اخرى من مراحل الفراعنة وهي مرحلة الأسرة 18، مرحلة أول إمبراطور عرفوا العالم تحتمس الثالث. تحتمس الثالث اهتم بالخيل عناية فائقة، وبيعتبر أن الخيل في عهد تحتمس الثالث يعني مصر كانت سوق الخيل في المنطقة كلها، أي حد كان عاوز يشتري خيل في العالم لازم يجي مصر يشتري منها خيل. ممكن حضرتك تكلمنا على المرحلة دي؟ هو تحتمس ده ظاهرة تاريخية، يعني احنا كنا بنتكلم من شوية عن رمسيس، فتحتمس ده بيسموه نابليون مصر تمام، أو الحاكم الذي يذكرنا بالفتوحات الخاصة بنابليون. تحتمس كان لديه فكرة طرد الأعداء أولا من مصر، طرد الأعداء من مصر ثم يعني تعقبهم حتى أواسط آسيا. وكان العنصر المفاجئ في جيوش تحتمس الثالث هو الخيول، كثرة الخيول، حتى انه من محبته للخيول
استطاع أن يعني يحصل على حوالي 2041 أو 241 ألف حصان من المنطقة اللي هو حارب فيها هذه الجيوش وطارت فيها الأعداء. 241 ألف حصان ذكر غير خيله غير خيله اللي راحت. وشو بقى المهارة بتاعت هذا الفرعون؟ انه جاب دول وحطهم في جنوب مصر، يعني حطهم في مزارع خاصة واسطبلات خاصة مع المدربين بتوعهم اللي أثرهم من هذه المنطقة، وجابهم وحطهم في جنوب مصر، وأخذ يعلم المصريين بعض من عادات وطبائع هذه الخيول الجديدة الوافدة، وجعل إن الجماعة السياس أو الخيالة المدربين اللي جابهم معاه إن هم يعلموا المصريين طبائع هذا الخيل الجديد. لكن هو ما فرطش في سلالته وما فرطش في الحصان الخاص به، وإنما كان يهجن ما بين الاثنين، لأن ده ليه وظيفة وده ليه وظيفة تانية. حتى كانت أوامر تحطمس إن لجنوده اللي يأسر فيكو حد بيفهم في الخيل يجيبه على طول على مصر وعاملوه معاملة كريمة. دي تذكرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بعد ما انتصر في بدر جعل كل واحد من أسرى بدر إذا استطاع أن يعلم مسلم فيفك أسره. تمام. يعني أنت دلوقتي هتديني اللي أنا محتاجه، أنا التعلم. فكذلك الأمر فعل كده الفرعون في خيل. طبعا. ممكن كده نفهم تقريبا أن مصر مثلا كان فيها 1,000,000 حصان في عهد تحتمس أو أكثر. أكثر أو أكثر. يعني مصر كانت أكبر دولة موجود فيها خيل في العالم، مصدر للدخل. يعني أنت النهاردة مش بس الخيل كان بيستعملوه المصريين فقط، وإنما كان مصدر للدخل. يا أخي أنا عايز بس أركز على جزئية صغيرة جدا بتمر مرور عابر، أن الفرعون كان لا يسمح لنفسه بامتطاء ظهر الخيل إلا فيما نظر احتراما لهذا الكائن. احتراما لهذا الكائن اللي كان بيعامله على أنه كائن له صديق. صديق، أيوة، صديق وفي وكائن لا يمكن الاستغناء عنه، فلا يمتهنه بالركوب عليه، إنما أنت ممكن تساعدني في المشي. تمام. ممكن تجرر العربية بتاعتي، ممكن الملكة كنوع من أنواع زي ما حصل في عصر إخناتون. إن الملكة تي والملكة نفرتاري وصلت لينا النقوش بتاع تل العمرنة إن كانوا موجودين في عربات حربية تجرها الخيول. طب هي الملكة راح تحارب؟ لا، إنما دي كنوع من الوجاهة الاجتماعية، لكن ما ركبهاش على ظهر الحصان، إنما ركبها برضو العربة التي تجرها الخيول كنوع من أنواع الجمال. دكتور، في قصة ظريفة حصلت في عهد تحتمس الثالث. نعم. لما الحيثيين تأكدوا أنه هو ينتصر عليهم أرسلوا له فرسة علشان تعمل ارتباك بين الجنود. ممكن تحكي لنا قصة دي؟ ملك قادش لما أدرك أنه مهزوم من الجيش المصري، فتمخض يعني أو أشير إليه من بعض المستشارين عن حيلة خبيثة جدا، أنه ادفع بأنثى خيل. المصريين يعني عندهم كانوا لا يستخدموا إلا الذكور فقط. إلا الذكور فقط، الله يهدي. يعني كان لا يستخدم الجيش المصري إلا ذكور الخيل والإناث لعملية الولادة، ولا يستخدم الأناث إلا الأعمال الزراعية وللتخصيب. تمام. يعني الإنجاب. الإنجاب يعني كانت الأناث بتاع الخيل موجودة في الداخل في برنامج تربية تولد وتجيب الحصان القوي، مش في المعركة العسكرية. تمام. فالنهاردة أنت خد بالك من الحيلة الشيطانية دي، ان كل الذكور بتاع الخيل متجه للحرب، فبالتالي لما يروح تظهر قدامه انثى، والخيل ده بقاله كام شهر بقى اشوف سايب الميدان بتاعه والاناث بتاعه في الحرب. فقال ان انا احدث ربكة في الجيش المصري من خلال هذه الدفعة، فتختل النظم بتاع الجيش المصري، تختل النظم بتاعة سير الجيش وحمية المعركة، فيلتهي الذكور بتوع الخيل برؤية الأنثى ويندفعوا إليها، فتختلط الأمور، فيستطيع أنه يعني يحدث ارتباك في الجيش والضرر بالجيش يقدر. لكن جندي من جنود الجيش المصري تنبأ إلى الحيلة وقفز من عربته الحربية في اتجاه هذه الحصان وأوقعها على الأرض وقتلها وشال الديل بتاعها وقدمه هدية للملك.
كنوع من انواع انه حيله يقابلها حيله. يعني انت النهارده بتعمل مكائد في الحرب، لابد ان الطرف الاخر كمان يعمل لك مكيده بانه نزل عليها واوقعها على الارض وقتلها وشد الديل بتاعها وقدمه للفرعون، فقضى على الفتنة في المركبات بتاعته وفي الخيول بتاعته. يعني نستنتج من كده برضو ان الحب والعشق زي ما عندي الانسان برضو عندي الخيل، وان كانوا بعتين الفرصة دي عشان الحب والعشق والإساءة الفتنة في بين ذكور الجيش اللي هم القوة المحاربة. لكن انت النهاردة دي شيء طبيعي جدا، لان احنا مؤمنين اولا بما انزل علينا من كتب سماوية، والله سبحانه وتعالى اعتبر ان كما ان الانسان هو مجموعة من الكائنات اللي بتعيش على الارض ويتم خلقها من قبل الله ثم محاسبتها، قال ان كل الكائنات الاخرى المحيطة بالانسان هي امم، وهذه الأمم لها مشاعرها ولها أحاسيسها، وفيها الشرير وفيها الخير وفي كذا. طبعا احنا مؤمنين لابد أن نؤمن بأن أيضا لها أحاسيس، وأنها مجرد ما يخش هذه الأنثى إلى، وكانت أنثى جميلة جدا، يعني هو انتقى أنثى جميلة جدا ليدفع بها في صفوف الجيش المصري، أنثى الخيل الجميلة أمام الخيل بتاعه. دكتور هنخرج فاصل وهنرجع تاني مشاهدينا الأعزاء. هذا البرنامج برعاية أخي المزارع. عند رعاية أشجار الموالح خلال شهر فبراير يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية. تتهيأ الأشجار في شهر فبراير للنشاط وبدء النموات الجديدة في دورة الربيع، وتجرى عمليات الخدمة التالية: التسميد، يتوجب إضافة الدفعة الأولى من الأسمدة النيتروجينية نثرا حول الأشجار في منطقة انتشار الجذور الماصة ثم الري. من المهم إضافة الدفعة الأولى من الأسمدة البوتاسية بنفس الطريقة ثم الري. إجراء عملية العزيق اليدوي للقضاء على الحشائش الحولية، وفي حالة المساحات الكبيرة يتم رش الحشائش بالمبيدات الموصى بها. تتم مكافحة النيماتودا مثل شهر يناير في المساحات التي لم تتم معالجتها. الاحتياطات الواجبة للوقاية من انفلونزا الطيور: 1- خصص مدخل واحد بس للأفراد والمعدات والسيارات. 2- امنع دخول أي أفراد أو معدات للمزرعة إلا للضرورة. 3- نظف السيارات وطهرها كويس، وخصوصا العجلات بتاعتها قبل دخولها. 4- جهز الملابس الواقية والأحذية النظيفة لكل الزوار. 5- ابني مخازن المزرعة جنب السور علشان تقلل دخول السيارات إلى وسط المزرعة قدر الإمكان. 6- قلل عدد العمال في كل عنبر وامنع حركتهم من عنبر للتاني، ولازم العمال يستخدموا الملابس والأحذية الواقية الخاصة بالعنبر. 7- امنع على قد ما تقدر انك تستلف او تبدل اي ادوات او معدات مع اي مزرعة، ولو اضطريت انك تاخد اي ادوات من مزرعة للتانية نظفها وطهرها كويس قبل وبعد الاستخدام. 8- لا تشتري ولا تبيع اي طيور من مزرعة مصابة، ولو اشتبهت في اي اصابة بلغ في اقرب ادارة بيطرية. We'll be right back.
هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الأعزاء. رجعنا ليكم تاني وبنكمل حلقتنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم حسين، أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة. دكتور بنجدد التحية بحضرتك، ونكمل حديثنا عن المهرة الشيقة الجميلة اللي أرسلوها لتحدث فتنة بين ذكور خيل الفرعنة. احنا يعني هذا الموضوع يعني احنا اتكلمنا فيه وقلنا ان دي كانت حيلة من ملك قادش، او في معركة قادش من الملك بتاع الحسيين، لإحداث اي نوع من انواع الفوضى في داخل مركبات الجيش. انت متخيل لما يلتهي الذكر الخيل الذي يجر العرب الحربية للقواد العسكريين، طبعا هي الفوضى بهذه المسألة، فممكن يوقع هذا القائد تحت سنابك الخيل. طبعا هي الفوضى اول حاجة بتحدث، والفوضى يعني لن تعيد ترتيبها بسهولة. دكتور تحتمس الثالث من شدة اهتمامه بالخيول علم ابنه أمينفوس ركوب الخيل، وكان ابنه أمينفوس تقريبا اول فرعون يركب الخيل ويدخل بها سباقات، بل ان هو كان بيدير الاسطبلات وعلمه الانواع والارصاد. ممكن تكلمنا نبذة بسيطة عن أمينفوس؟ هو أمينفوس الثاني ده كان يعني متربي زي ما بنقول احنا في اسطبل. تمام. يعني ليه؟ لان ابوه كان محب جدا للخيل، فانتقلت هذه المحبة الى ابنه، نقل هذه المسألة لابنه. يعني انت الميراث بتاع هذا الفرعون اللي راح لابنه أمينفوس اكيد كان جزء منه هذه الاعداد الهائلة من الخيل. طب كيف لا احب هذه الخيول؟ كيف لا احبها وامتلكها؟ يعني انت مش هتكون يعني امين على ميراث اذا ما كانش فيه بينك وبين هذا الميراث رابطة احساس او شعور. فبالتالي غرس تحتمس في نفس ابنه محبة هذه الخيول، وكان يصطحبه وهو صبي صغير إلى اسطبلات الخيل ويعلمه أنواعها ودلالات ألوانها وخصائص وطبائع دلالات ألوانها. أيوة نعم. الفراعنة كانت ألوان الخيل لها ميزة خاصة عندهم، ممكن حضرتك تدينا نبذة عن ألوان الخيل عند الفراعنة؟ لازال حتى اللحظة اللي احنا بنعيش فيها عند مربيين الخيل اللون بتاع الحصان له دلالة، وكان في العصور الإسلامية اللون ده وسيلة للتشاؤم والتفاؤل بالحصان، ووجود البقعة البيضاء في جنب دون جنب كان يبعث على التشاؤم، وأشياء كثيرة جدا كانت تحكى في هذا. يعني القاء ده مثلا ممكن نقول ان الأمراء بيركبوا الحصان الأشقر. كان انت تقسم تبعا للرتبة العسكرية. تمام. يعني الحصان الذي لونه أبيض مثلا لكبار القادة، اللي هو لونه أبيض على ألوان أخرى يبقى القادة الأقل، وهكذا. أنت كنت تستطيع أن تتعرف على رتبة من يمتطي هذا الحصان من خلال لون الحصان نفسه، وكأنه راية، وكأنه يعني راية ترفع فوق الجيش. الألوان عند الفراعنة كان لها علاقة بالشؤم والنصر والانتصار والهزيمة. دي غير مؤكدة، احنا دي انتقلت إلينا من العصور الإسلامية أكتر، لكن احنا ما كناش نقدر في أيام الفراعنة إلا إن احنا نعتبر إن هم اعتزوا بمجموعة من الألوان فأعطوها لكبار القادة وكبار المقربين من الفرعون. والألوان الأكثر شيوعا، ودي كانت الألوان النادرة، الألوان الأكثر شيوعا كانوا يعطوها للأقل أو فالأقل فالأقل. تمام. يعني في رواية أخرى بتقول إن الفراعنة كانوا كل يوم من أيام الأسبوع له لون معين من الخير يركبوه. يعني مثلا السبت كانوا بيركبوا الكوميت، الحد بيركبوا الأدهم، الاثنين بيركبوا الأبلق. هل الرواية ديت وارد واردة ودونتها حوليات أو نقوش، أم هو مجرد حديث شائع وعام؟ هو وارد لسبب، لأن احنا في النقوش بتاعتنا، انت عارف النقوش اللي احنا بنعتمد عليها اساسا اما تفسير الكتابات الموجودة فننقل الحقيقة التاريخية من خلال الكتابة، او النقوش المرسومة. وبالتالي فانا بقول انه الفرعون ظهر في اكثر من منظر،
بأكثر من لون للحصان، لكن لأنه قدم الزمن الذي أضعف معظم هذه الألوان على الجدران بتاع المعابد أو المقابر يدفعنا إلى يعني الأخذ بحيطة في المبالغة في هذا الموضوع. لكن هو أنت لما يكون عندك دلوقتي مثلا 10 سيارات في البيت في الجراج بتاعك، سيادتك هتركب سيارة وتسيب التسعة؟ لا طبعا، لازم في هتنوع. تمام. وتقول والله دي السيارة اللي أنا أركبها الصبح، ودي اللي أروح بها المشاوير البعيدة، ودي اللي أنا أركبها بعد الظهر والمفتوحات وكذا. يعني إذن امتلاك الفرعون لعدد ضخم جدا من الخيول داخل اسطبلاته الملكية تدفعه إلى التنويع. تمام. وده اللي حصل أيضا في العصور الإسلامية. تمام. دكتور اتكلمنا عن الخيل في حياة الفرعنة. نعم. هل الخيل كان لها دور في حياة البعث والنشور عند الفرعنة؟ هنا أنت بتنقلني إلى فكرة التعبد. تعبد. والآلهة والممات. ما عندناش في العصر الفرعوني إله على شكل حصان. تمام. وهذه المسألة عند المتخصصين في الديانة أو المعتقد الديني المصري لم يستطيعوا تفسيرها. بس هو الإله أوصى بالخيل، يعني عندما سأل ابن الإله حورس أباه قال له إيه الحيوانات أنفع للإنسان؟ أيوة. قال له الحصان. هو إله وقال له، وسأل أبوه الإله الأكبر قال له يا أبي إيه أهم حيوان في الحرب؟ قال له الحصان، لأنك عندما تمتطيه فتلحق بأعدائك لتستطيع أن تقتلهم وتهزمهم. تمام. يبقى إذن هنا المسألة هو في إله اللي بيسأل. تمام. وبيسأل عن حيوان. تمام. يبقى هنا الحصان لم يتعدى مرتبة كونه حيوان إلى مرتبة الآلهة، بينما في كل معتقدات الشرق الأدنى وعند بعض المعتقدات الإغريقية والرومانية لعب الحصان دور كبير جدا في الشكل، بأنه يكون مجرد إله، يعني إما ياخد شكل الإله أو إله كامل. في حياة البعث والنشور الملك بيانخي أوصى أن عند وفاته 4 من خيوله تدفن معه وتكون واقفة وتنظر إلى أسفل. بصفة عامة العقيدة الكوشية اللي هي الحضارة الكوشية كوشية. اللي كان منها الملك بيانخي، وبصفة عامة أنه هذه العقيدة كان من فلسفتها دفن أعز ما يملك الإنسان. تمام. معه كمطلب لهذا الشخص المتوفي. يعني الشخص المتوفي كان يطلب بأن يدفن معه أهم المجوهرات التي كان يمتلكها، أهم الطعام التي كان يأكله في الدنيا. تمام. كل شيء يذكره، أهم الملابس. ولدينا إحنا مقبرة توت عنخ آمون أكبر مثل. تمام. اللي هي المقبرة. تمام. الوحيدة التي وصلت إلينا كما هي، فتجد فيها كل ما يستعمله. تمام. وفي مقبرة توت عنخ آمون اللي يؤكد المقولة بتاعت حضرتك إنه كان في مش دفن بقى للخيول مع صاحبها، وكان يحرص على دفنها وهي تنظر إلى أسفل، تنظر إلى المتوفي. المتوفي يعني هو مدفون وهي تنظر إلى أسفل وليس إلى أعلى. وكان من ضمن الأشياء اللي عصرنا عليها اللي ليها قيمة أثرية وفنية عالية جدا الغطاء بتاع الـ 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 الخيل بتاع توت عنخ آمون. يبقى توت عنخ آمون من ضمن الملوك الفراعنة المتأخرين اللي أيضا اعتنى بالخيل، والدليل على ذلك كان يصنع للفرس بتاعه أو الحصان بتاعه نوع من أنواع الأغطية اللي كانت تغطى برقائق الذهب، وينقش عليها مجموعة من المناظر لأنشطة الفرعون في حياته اليومية. فسواء بناخي في الحضارة الكوشية أو سواء بصفة عامة الفراعنة، لكن كان في نوع من أنواع العقيدة المصرية القديمة اللي بتتيح وتبيح للمتوفي أن يحتفظ في العالم الآخر بما يحب. طيب أنا أقول لحضرتك حاجة، إحنا هنبعد ليه؟ لما نيجي نتكلم على العصر الإسلامي، في أحد الصحابة سأل الرسول إني أحد البدو، إحنا أنا أحب الخيل يا رسول الله، هل في لما رحت لو رحت الجنة هيبقى فيها خيل؟ قال له طبعا هيبقى فيه خيل، بس ليس كالخيل اللي انت بتشوفه في الدنيا. يبقى المسألة مش بس في العصر الفرعوني انه الملوك احبت خيلها فارادت ان تبعث معه مرة اخرى في الحياة الاخرى، وانها في العصور الاسلامية كان جزء من محبة الناس
للخيل سببا في سؤالهم هل يوجد خيل في الجنة ولا لا. يعني دي تربط مع دي على طول. دكتور محمود احنا سعدنا بحضرتك النهاردة وبحديثك الشيق لمشاهدينا الأعزاء عن الخيول في عصر الفراعنة. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة قادمة بأمر الله. هذا البرنامج برعايه